آخر جلسة حصلت لمجلس النواب في الدور أو دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثاني اللي كانت امبارح. في حاجة مهمة جدا. امبارح مجلس النواب وافق بشكل نهائي على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإيه؟ إلغاء الإعفاءات المقررة. ما تستعجلش، دي حاجة حلوة تعجبك. الإعفاءات المقررة لجهات وشركات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية. طيب ليه المجلس أو مجلس النواب وافق على ده وهذا القانون اللي قدمته الحكومة؟ علشان بعمل إيه بقى؟ شكل من أشكال تحسين مناخ الاستثمار. أنا بسوي كله ببعضه، خاص زي عام، إذا كان في حاجة تبع الدولة بتاخد إعفاء من هنا ولا إعفاء من هناك إلغي، خلي يبقى كله زي بعضه، وبالتالي بتعمل ايه؟ بتخلق تنافسية بتكافؤ فرص، عندي تكافؤ للفرص، وبالتالي تكافؤ الفرص ده هيدي للكل نفس مساحة المنافسة، مساحة المنافسة الواسعة تشجع على ايه؟ على المزيد من الاستثمار، المزيد من الإبداع، المزيد من التجويد، كل واحد بقى ايه؟ بيشتغل أكتر، ما يبقاش بعد كده يجي حد يقول لك يا جماعة ما هو أصل مش عارف في الشركة دي مملوكة للدولة فواخدة إعفاء من كذا، مفيش. تعالى ناخد معانا على التليفون أستاذ رامي يوسف مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية، أهلاً وسهلاً يا فندم. أهلا وسهلا بحضرتك. إزاي الصحة؟ كله حلو؟ الحمد لله يا فندم. بعد موافقة مجلس النواب على إلغاء كافة الإعفاءات الممنوحة للشركات المملوكة للدولة، ماذا نتوقع في المناخ الاستثماري العام في مصر؟ الغرض من هذا القانون يا فندم هو كان تفعيل الحياديه التنافسيه، ان يبقى في حياديه في التنافس، وزي ما حضرتك قايل يا فندم هي تهيئه مناخ الاستثمار، لان كان واحد من فتره ان المستثمرين الاجانب احيانا ممكن يحجموا على الدخول في مصر في بعض الانشطه اللي بيجدوا ان ممكن تكون في مزايا لشركات الدوله موجوده تمنعهم من يبقى عندهم في منافسه يعني حره ما بينهم وبين جهات الدوله. حلو. وبالتالي جه القانون ده الهدف بتاعه هو يقدم زي ما حضرتك قلت تهيئه مناخ الاستثمار، ونخلي الكل على قدم سواء، وان يكون العنصر بتاع الضرايب هو عنصر محايد ما بين كل الجهات، الكل بيدفع الضرايب المستحقه عليه، ويتبقى مجال المنافسه هو مجال العمل ومجال لكل شركه والتنافسيه والابتكار والشغل بتاعها، وهو ده اللي كان مجتمع العمل والمستثمرين الاجانب بيحبوه، وده الهدف من القانون ده. يصبح هذا القانون فاعلا من تاريخ امتى؟ ده يا فندم من اليوم الثاني لنشره، هو دلوقتي تم اعتماده من مجلس النواب، هيروح لفخامه الرئيس للتوقيع ثم يتم نشره في الجريده الرسميه، ويعمل بيه من اليوم الثاني لنشره في الجريده الرسميه. بس كده، في هذه الحال المستثمر الاجنبي، المستثمر العربي، المستثمر المحلي يبقى مطمئن الى انه في عداله وتساوي في تعامل الكل، في المعامله مع الكل. بالضبط. عظيم جدا، انا بشكرك يا استاذ رامي كل الشكر. استاذ رامي يوسف مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية.